كانت كتمارس الدعارة سابقا وتمكنت من الهروب أن كانت معتقلة ماشي معتقلة يعني كانت تحت السيطرة ديال واحد بروكسينيت واحد اللي هو اللي كيديها كيبزز عليها البروكسينيت يعني اسمح لي نقول الكلمة بالدارجة هي زعما كيقود شي ديزولي على لو تيرم ولكن هادشي اللي كانت وتمكنت انها تهرب ومشات بعدا على المهنه على الميتي روك ستار يكون جانكي ولا كيما الدعاره ضروري لا هادو مرجعيات اللي يرجع لهم المخرج هذا اختيار المخرج لان ماشي بالضروره هو سي ان كلان دوي اللي داخل في لو ستيل ديالو ك يعني شفتوا الفيلم هذه مرجعيات ماشي بالضروره ان تكون هذه مي سي دي ريفيرونس الى شتي مثلا جانجو او لا تنسبقها انا قبل الببليك مثلا كيفكر فيها الببليك مي انا كنقولها سافو دير المخرج واعي علاش انه مثلا داير هاد يعني منطلق من هاد لي ريفيرونس الفيلم الزنقة كونتاكت من بعد واحد الجولة كبيرة مع مهرجانات سينمائية عالمية وخذ جوائز كبيرة ها هو تيوصل لهنا المغرب وغيكون حاضر في واحد مجموعة ديال القاعات السينمائية المغربية ابتداء من واحد في الشهر الجاي فيلم من إخراج اسماعيل العراقي تيجمع واحد المجموعة ديال الممثلين خمسة باطمة حمد حمود مراد الزاوي فاطمة عاطف وبيهم رفيق بوبكر فيلم اللي تصور في المغرب وتصور في كازابلانكا تصور بلا بيليكول ها هو وصل تنقول للجمهور يجي يتفرج فيه باش يحكم عليه هو الرسالة هذه سولوا المخرج هو يقول لك الرسالة أنا درت الدور ديالي في واحد الفيلم في واحد السيناريو اللي بغيت وحبيت أنا في هذا الفيلم هو ناخذ لي كليشي فهمتيني ومن لي كليشي نمشيو للشخصية من لي كليشي نمشيو للشخص يعني كتبدا في الشخصية راه هو بحال إلا قلتي راه في الوسط بين فكرة وشخص وحنا كنمشيو من الفكرة يعني كنمشيو من ذاك الكليشي وكنوصلوا للشخص ولاخصين اللي شفتي راه كتمشي من الكليشي ديال الروك ستار ايروينومان وداك الشيء وكتمشي للشخص اللي تحت منه بداك الشيء اللي أثر عليه في الماضي ديالو وعلاش ولا هكا وهادشي اللي مهم فنان ديال الروك موسيقي ديال الروك كان عايش في لونجلتير ودار لا كارير ديالو تما من بعد كيدروكا خرج جا للمغرب وتلاقى مع رجاء اللي هي اون بروستيتوي و لا رونكونتر الى شونجي لور في خرجوهم من داك لونغروناج بسيكولوجيك اي سوسيال اي فو با بيسي لي برا بنادم ما يقنطش من رحمه الله وفي الاخر الى دار راسو في ان بون شومان فضل الله كبير